أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هناك كتاب اسمه نهج البلاغة ينسب لعلي رضي الله تعالى عنه، ما مدى صحة نسبته إليه، وهل ينصح بقراءته؟ الكتاب ما هو لعلي بمعنى أن علي ألفه، الذي ألفه هو رافضي، رافضي يقال له الشريف الرضي أو المرتضي، فهو الذي ألفه، يزعم أنه جمع فيه خطب علي بن أبي طالب، وفيه شيء من كلام علي لكنه قليل، والكثير من كلام المعتزلة والشيعة، خطب لفقوها وجعلوا معها شيء من كلام علي من أجل الترويج على الناس، فيها اعتزال، فيها نفي للقدر، فيها سب للصحابة، فيها تظلم لأهل البيت، فهو كتاب شيعي. نهج البلاغة كتاب شيعي 100%، فليحذر منه طالب العلم، لا سيما وأن فيه بلاغة، فيه بلاغة فائقة وأسلوب يؤثر على الإنسان الجاهل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.